تربى العقب هو المتصدر المشهد. انا اقولها للامانه، للامانه اصبح عبد ربه العقب متصدر المشهد. 51 ولايه، واذا بالجنود الصحف الامريكيه تنزل لك شخصيه احد ابطال شبوه، شخصيه بطل من ابطال شبوه. قد بعيد الكلام هذا لان في بعضكم عاد دخل الان. شخص فرد من افراد شبوه ومن اقيال شبوه واصغر شخص في الجيش الوطني، انه رقد او انه بركت، لما يكون يبرك الجمال، كانوا عندنا نسميه مبرك للجمال، برك جمال الامارات وادواتها، برك شبوه فيها وعود وفيها جمال وفيها برك ادوات الامارات في صحراء شبوه. الامارات ضخت مليارات من اجل المدرعات الامريكيه المتطوره، ضخت مليارات من اجل الصواريخ الحراريه، ضخت مليارات من اجل الاطقم، من اجل السلاح الحديد. واذا بابن شبوه يتصدر المشهد في عام 2021، احد ابطال شبوه عبد رب الاعكب يظهر في الصحف الامريكيه انه قضى على هذا المدرعات، ان عبد ربه الاعكب قضى على مشروع الامارات وهيمنه الامارات وادوات الامارات داخل شبوه. فتحية لابن الأعكب، تحية لبن عجيو، تحية لأبطال شبوة. إذا كانت الأمم المتحدة بقوتها وجبروتها وصناعتها والحديد وقوة الولايات المتحدة الأمريكية، فنقول لهم شبوة مصنع الرجال، مش شبوة مصنع الرجال. أنتم تصنعوا المدرعات الحديثة، معنا في شبوة رجال، مصنع الرجال، من ينكس من يكعب. وها هو عبد رب الأعكب اليوم يشهر المصعد في 2021 ويشتعل عبد رب الأعكب عمل زحمة في التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، عمل زحمة في 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 كل في كل كل أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. 51 ولاية، 51 ولاية. الشعب الأمريكي يا شباب، عشان أوصل لكم نقطة، إن كلهم يطلعوا على الجرايد، إن كلهم يطلعوا على الأخبار، يطلعوا على القنوات، يطلعوا، هم مش مثلنا ما يطلعوا شيء وما همهم قاتل، لا، هذا خبر بلا سناله والله العظيم، إنهم يقرأوا كل شيء. أن الشعب الأمريكي مطلع على كل الأخبار، فتخيلوا إنه أصبح عبد رب الأعكب هذا صاحب الكوفية، هذا كالعرق، وما عرفوا إنه عرق، نسي ما يكتبوا إنه عرق. نسيم يعرفوا الرجلة الصناعية، والرجلة الصناعية على ما قالوا أصحاب أدوات الإمارات إنها موجودة داخل الضالع، عندما كبروا وهللوا وصلحوا زفة أصحابنا في الضالع، قراء الضالع، عملوا زفة و150 طقم وعلقوا لك رجلة العكب داخل أحد المدرعات الأمريكية خارج، وإذا بالمحجرات والزغاريد والألعاب النارية واحتفالات. ما لكم يا أدوات الإمارات؟ قالوا قبضنا على رجل الأعكب، قبضنا على رجل الأعكب، هذا قبل شهر، لقد قضينا على رجل الأعكب وخبطنا ابن رجل الأعكب. جيت أشوف وجه الأعكب وثانها رجلها الصناعية، قالوا هرب برجله. أنا كنت فكر أنهم قبضوا على الأعكب بنفسه، وثان أنهم الدولي رجل صناعية وراكدينها في المدرعة الإماراتية. اليوم الصحف الأمريكية والشوت 51 ولاية وقوة الولاية المتحدة الأمريكية والمصانع الأمريكية، هانوا كرامة المصانع والمهندسين والخبراء هان كرامتهم عبد ربي الأعكب أحد أبطال شبوه. إذا كان هذا الرجل، إذا كان هذا أصغر رجل بين الجيش الوطني وتتكلم عليه 51 ولاية، 51 ولاية، وأنا قلت لكم 51 ولاية، ادخلوا الصحف الأمريكية. بل إنما احنا في الضالع او قراء الضالع جتنا 150 سيارة اماراتية من الاطقم والمدرعات الامريكية برجل عبد رب الاعكب ويحتفلوا النارية واصبحت تحتفلوا. ما لكم يا ادوات الامارات؟ قالوا لقد قبضنا على رجل عبد رب الاعكب، وعبد رب الاعكب شخصيا ونفسه وقلبه، قالوا هرب برجل واحدة، هرب برجل واحدة. اليوم تصدر المشهد في الولاية المتحدة الامريكية، تصدر المشهد في 52 ولاية، هان كرامة الخبراء والمهندسين والتكاتلة وكل هان الأمم المتحدة. ابن شبوه البار، ابن شبوه البار، ابن شبوه أصغر كندي في شبوه. الصحف الأمريكية أنا ما أتكلمها في 51 ولاية، ضج في الشارع الأمريكي وضج في الشوارع وكذا،
ما للضجة ما لأمريكا، كلهم تخيلوا أصغر كندي اليوم المصانع الأمريكية والأحاديث الحديث السلاح الحديث الأمريكي رجل من أبطال شبوة يقضي عليها ويسمه عبد رب الأعكب عكب المدرعات الأمريكية 4 مليون دولار يا أخي كارثة. ضخت الإمارات وإذا الإمارات تضخ بالمليارات وتضخ الإمارات والصواريخ الحرارية والمدرعات المتطورة والكمبيوترات بالمدرعات وعلى ريموتات والسلاح يجي لك شبل من أشبال شبوة يقضي على هذا المدرعات. فنحن نقول إذا كانت الأمم المتحدة بقوتها وجبروتها إنها تصنع هذا المدرعات، فنحن نقول لهم شبوة مصنع الرجال، شبوة مصنع الأبطال، شبوة قلب اليمن، شبوة ثبتت اليوم. إذا كان 51 ولاية 51 ولاية الشارع الأمريكي كله، الشارع في 51 ولاية اليوم شوف من هو هذا أصغر جندي أو أصغر شبل داخل الشبوة يقضي على مشروع الإمارات. معنا راكوين أنا شاهد 349 يقضي على مدرعات الإمارات. ضاعت فلوسك يا طحنون ضاعت، ضاعت دراهمك يا طحنون طاعت، ضاعت ملياراتك يا طحنون ضاعت في رمال أبين وشفوة، ضاعت أموالك يا طحنون ضاعت، ضاعت أموالك 350 ضاعت أموالك وضاعت فلوسك وضاعت كل ما تملك يا طحنون. من شبل من أشبال شبوة أحد أبطالها، أحد أبطال شبوة مصنع الرجال مصنع الأحرار والأبطال، قيل من أقيال شبوة أحد أقيال شبوة اليوم يقضي على يقضي على مدرعات الإماراتية. تجاره يعني كريم وهني هني وكريم معك هني يا حبك سمعت يا شباب احد ابطالها احد ابطال شبوة اليوم والتواصل الاجتماعي والقنوات والزباين والعالم الامريكي واليهودي والنصراني يتفرج من هو الذي هان كرامة الأمم المتحدة وهان المصانع الأمريكية. اليوم شبل من أشبال شبوة شبل، ويا ريت عادهم عرفوا جحد الحنش، ويا ريت أنهم عرفوا جحد الحنش كيف قرحهم، ويا ريت أنهم عرفوا العربان كيف أخذ الصواريخ الحرارية حقهم، ويا ريت لو يسمعوا بجحد الحنش والعربان بن عديو ومن والمرقشي ومن وكثير من القيادات، لكن أبدونا أصغر جندي. هم ذكروا أصغر جندي، أصغر جندي في شبوة هكذا الجرائد.